تعالوا نشوف كده مع بعض بقى ايه اللي بيحصل في موضوع الانترنت. اهو ده خبر اهو بيقول تقرير حالة الانترنت في مصر، الرقابة اكثر انتشارا و62% من المواقع المحجوبة اخبارية. هتقول لي يعني ايه؟ ايه اللي يستوقفك عند كلمة اخبارية؟ هقول لك اللي يستوقفني هنا عند كلمة اخبارية حاجة مهمة جدا عايز تاخد بالك منها. ايه بقى؟ اخبارية دي يعني المعلومة اللي بتجي لك، المعلومة الخبرية. هو عايزك عبد الفتاح السيسي ونظامه أو أي حاكم عربي مستبد من اللي موجودين، عايزك تبقى مغيب تماما عن الواقع، ما تعرفش الحقيقة. ولذلك كانت هناك حرب ضارية وشديدة جدا على الجزيرة وعلى قنواتنا، على أي قناة بتحاول تدي المواطن معلومة حقيقية وتكشف له خبايا هذا النظام المجرم، هم لازم يحاربوها. فموضوع إخبارية ده يقلقهم شوية. فقال لك إيه؟ 62% من المواقع المحجوبة مواقع إخبارية. تناول تقرير بحث نشرة تطور رقابة الحكومة المصرية على الإنترنت خلال الفترة من يناير 2017 حتى مايو الماضي، ووصفها بأنها أصبحت أكثر ديناميكية وانتشارا، وحمل هذا التقرير عنوان حالة الرقابة على الإنترنت في مصر، وصدر بالتعاون بين كل مؤسسات حرية الفكر والتعبير وهي منظمة حقوقية مصرية، والمرصد المفتوح لاعتراض الشبكات وهو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع مشروع تصفح الإنترنت الآمن. النتائج بيقولوا بقى، أظهرت النتائج إن هي إن مزودي خدمة الإنترنت يتدخلون في حركة مرور البيانات المعماة التي تمر عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة. اربط بقى حضرتك كل ده بالراجل مارك لما جابوه وقعدوه وقال لك هو بصراحة في بيانات اتسربت، هو بصراحة في معلومات ما قدرناش نسيطر عليها والمعلومات دي راحت. المعلومات دي حضرتك بتتباع للدول المجرمة وأصحاب يعني الجبروت اللي زي عبد الفتاح السيسي والأنظمة العربية اللي موجودة، بيشتروا الحاجات دي وبيشتروا المعلومات وبيراقبوا حضرتك وانت ماسك الموبايل وانت بتكتب بوست وانت بتكتب تويتة وانت قاعد بتتكلم كده. اتكلم في موضوع، نقول لك على حاجة واعملها وهتلاقي نتيجتها هتبان معاك. اقعد كده مع واحد صاحبك وموبايلاتكم جنبكم، الموبايلات موجودة، واتكلم في موضوع انا عايز اشتري ارض، عايز اشتري بيع. اتحداك لو مش بعد ربع ساعة وانت بتفتح الاكونت بتاعك ما تبعتلكش اشعار من شركة عقار بتقول لك ايه اذا اردت ان تمتلك عقارا في الحته الفلانيه فمش عارف ايه واعمل ايه. هتقولي بقى احنا متراقبين، هقول لك والله احنا متراقبين وافكارك متراقبه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان هو راح يستورد اجهزه مراقبه ورادارات عشان يخليك بقى بص يا معلم وانت داخل الحمام كده تقعد تبص وراك وتبص في السقف وتبص تحت منك وتعمل كل حاجه. نرجع بقى نجيب، كانت في احصائيه جميله كده في الخبر لو نجيبها اهو، اللي هي الاحصائيه اللي كانت في الاخر دي، عاملين دراسة كده جميلة فبيقول لك اهوت ادي 2% دي اخرى اللي هو اللون دوت، وعندك 5% سياسي اللي هو ده، وحقوق الانسان 6%، ومواقع ادوات تجاوز الحج 24%، واخبار الازرق بقى اللي هو الكبير ده اكبر حاجة اللي انا قلت لك عليه 62%. دي المواقع اللي عطلت وحجبت وكانت بتقدم خدمات يعني كويسة جدا وقوية جدا للناس، إلا إن هم أرادوا أن يحجبوا تلك المواقع وقضوا على أي حاجة ممكن حضرتك تاخد منها المعلومة. يعني عايز يرجعك زي أيام القذافي كده، اللي بيجين وهم بيشتكوا أيام القذافي كانوا يقول لك إحنا قاعدين آخرنا إيه؟ ناخد العربية ونطلع مش عارف نروح فين ونرجع. لكن الدش اللي هو يعني موجود من قرون دخل ليبيا لسه قريب، يعني بعد القذافي تقريبا كده بدأوا ينزلوا بقى يروحوا إيه؟ شارع الموسكي ويجيبوا الطبق ويجيبوا الحاجات دي الريسيفر والكلام ده كله، ويبدا يركب دش عشان يقدر يتفرج على القنوات. كل الكلام ده كان تكميم افواه وكان تعميه تامه. بعد الثوره وخلاص وانطلقنا وبدات يبقى في قنوات وبدا يبقى في اعلاميين احرار يتكلموا ويفضحوا الانظمه دي، قال لك احجب وقفل على كل ده. طيب